يا فوتو فوتو قلنا بقى شويه يا جدعان بقى بص معانا هنا مغنيه وممثله هاي استنى بس لما نشوف صوتك كل تكريم جديد برضه من الجمهور لان ده حاجه كبيره قوي عندي وعند كل زمايلي اللي شاركوا في المسلسل يعني النزلت يا بس بحاول اقول فعلا خلاص داخلين على موسم رمضان جديد الحمد لله شايفه ده يعني شايفه ان ده كرم كبير من ربنا وان هم يتعلقوا بمسلسل زي ده لحد دلوقتي احنا لسه بنحصد في النجاح بتاعهم فده كرم كبير جدا من ربنا جزء تاني بقى هو يكون موجود ولا خلاص كده ان شاء الله يعني القرار في ايد الاستاذ محمد سامي ومحمد رمضان وشركه الانتاج فلسه بحثوا رمضان 2024 ان شاء الله هكون في مسلسل العتاوله بشخصيه عيشه وان شاء الله ربنا يكرمنا شكرا اللي اختلف في مي كساب قبل ما نخس بعد ما نخس دلوقتي ده الامر اكيد مبسوطه بقى اللي انا عايزاه شفت الكابتن السقا على اساس كده طبعا احمد السقا انا اتبسطت جدا عجبني فنان كبير وكبير والمسلسل حلو قوي وكمان استاذ اشرف عبد الباري خلي بالك خلي بالك كلمه بس كلمه على حب الله ايوه انا شغال دماغك بعد اذنك هوب 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 عن تكريم مميز عن جعفر العمده تقولي عن التكريم ده وعن كل كم النجوم اللي موجودين النهارده اقول شكرا طبعا اولا لله سبحانه وتعالى ثم شكرا للجمهور الكريم وشكرا لكل زمايلي اللي كانوا موجودين في المسلسل على تعبهم وربنا يكرمنا ونفضل ناجحين كرم كبير قوي من ربنا ان احنا لغايه دلوقتي لسه بنحصد في نجاح جعفر العمده. الطيبه اللي انت فيها يا مي نقدر نقول ان شخصيه سرايا فيها طيبه منك اقدر نقدر نقول؟ باين قال لك انها طيبه ممكن اكون مش طيبه اصلا بضحك عليك. لا لا طيبه ينفع. هيبقى في جزء تاني لجعفر العمده. يعني ان شاء الله هو القرار لسه مش يعني مش محسوم في جعفر العمده 2 ولا لا يعني بس هو الجمهور عايز واحنا لسه لو موجوده تبقى موجوده فيه ان شاء الله اكيد ان شاء الله ايه اللي مخليك تقولي ان ممكن ما يبقاش في جعفر العمده 2 لان حصل نقاش بيني وبين الاستاذ محمد سامي وقال ان هو ما كانش راضي قوي عن الورق اللي عمله فاحتمال كبير ما يعني المشروع ما يتمش يعني ولسه كله في علم الله يعني الجديد عن رمضان ان شاء الله في رمضان انا في مسلسل العتاوله تاليف استاذ هشام يحيى اخراج استاذ احمد خالد موسى بطوله احمد السقا طارق لطفي زينه باسم السمره استاذ صلاح عبد الله احمد كشك نوع عبدين مؤمن نور يعني مجموعه كبيره جدا جدا مريم الجندي استاذه فريده سيف النصر ميمي جمال استاذ محمد التاجي لا هتتبسطوا قوي ممكن تشوفي التتر من صوتك لان المسلسل حلو ومكتوب حلو قوي وانا مبسوطه جدا بالشغل مع زمايلي مع استاذ احمد خالد موسى ان شاء الله تشوفوا المسلسل التتر ممكن يكون التخسيس حرمك من ايه يا مي التخسيس حرمني من ايه ولا اي حاجه ده احلى حاجه ان البني ادم يحافظ على صحته والتخن شيء بشع اكيد والف حمد وشكر لله على نعمه الصحه الدويتو مع اوكا قريب ان شاء الله اسمه عم الناس واول اغنيه هتنزل من الالبوم خلال ايام اسمها بيقولوا قويه كلمات الاستاذ طارق علي وانا بعتذر له يمكن بقى احنا هنا كتير اهو بعتذر له جدا لان برنامج استاذ عمرو الليسي نسيت اسمه فبعتذر له قدام الناس كلها بيقولوا قويه كلمات المبدع طارق علي توزيع والحان اسلام رفعت ان شاء الله تعجبك طبعا عم الناس ده اوكا